بوست على الفيسبوك واكتب بيه عيدكم مبارك، مسج على الواتساب واسوي تحديد الكل واكتب بيه ايامكم سعيده وحيوصل للكل، او انشر صورتي وبصفها اكتب عيدكم مبارك. هاي صارت الطرق الجديده والمستجده عندنا بالعراق للمعايده بين اهلنا وناسنا. التكنولوجيا حلوه، التطور ومواكبه الحداثه شيء مهم، لكنها غيرت هوايه من عاداتنا وتقاليدنا الحلوه بالعيد، انك تتعنى وتتمشى او تركب السياره حتى بس تعايد قرايبك واهلك اللي بغير منطقه او حتى لو بغير محافظه، كان لها طعم كلش حلو تحسه انت ويحسه قرايبك. وبرايكم فقد العيد طعمه بعد دخول السوشيال ميديا؟